الحمد لله يعني على هذه الجائزه هذه اللي كنشكركم وكنشكر موقع البطوله. كيف قلت يعني جائزه جات من بعد واحد الموسم الحمد لله كان موسم ماشي موسم كبير ولكن في مستوى. كنشكر جميع الجماهير جميع اي واحد اللي صوت لنا على الجائزه هذه. كتبقى جائزه تحفيزيه وزعما ورمزيه بالنسبه لي الحمد لله. يعني مبروك على جميع المغاربه اولا التاهل لكاس العالم. اي لاعب كيحلم يكون ضمن اللاعبين اللي كيلعبوا المسابقه هذه ان شاء الله. كيف قلتي يعني هذا حافز كبير بالنسبه لي ولجميع اللاعبين باش نخدموا اكثر ونشاهدوا اكثر ولما لا ان شاء الله نكونوا في التشكيل ان شاء الله اللي غيمشي لقطر ان شاء الله في كاس العالم.